السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا صغاري؟ هل أنتم بخير؟ لقد اشتقت لكم كثيرا. هيا بنا يا صغاري معا نراجع حروف اللغة العربية. نحن أخذنا جميع حروف اللغة العربية، أليس كذلك؟ أخذنا من حرف الألف إلى حرف الياء، وتعلمنا أيضا أن عدد حروف اللغة العربية 28 حرف، أليس كذلك؟ حسناً يا معلمتي، الآن سوف نأخذ بعض الحروف. هيا معاً يا صغاري، ما هذا الحرف؟ ما هذا الحرف يا كيجي؟ هيا تذكروا معاً، إنه حرف القاف. أحسنتم، إنه حرف القاف. معلمتي، حرف القاف هو أخ حرف الفاء، ولكن هناك اختلافين بينهم. ما هو الاختلاف الأول؟ أن حرف القاف يوجد فوق رأسه نقطتان، انظروا إلى هنا، واحد اثنان نقطتان. أما حرف الفاء، تذكرون حرف الفاء؟ يوجد فوق رأسه نقطة واحدة فقط. أحسنتم. أيضا هيا، من يتذكر ما الاختلاف الثاني الذي تحدثنا عنه يا كيجي؟ أجل، ممتاز. الاختلاف الثاني أن حرف الفاء يشبه حرف الباء، يبقى على سطر اللغة العربية، أما حرف القاف سمين، بطنه تنزل تحت سطر اللغة العربية، يشبه حرف النون، أليس كذلك يا كيجي؟ أحسنتم، ممتاز. هيا، من يعطيني كلمة تبدأ بحرف القاف؟ لا أسمعكم يا كيجي، انظروا إلى الأشكال التي أمامكم. هيا، من يعطيني كلمة تبدأ بحرف القاف؟ أحسن، قلم، ممتاز. أيضا، ما هذا الشكل؟ إنه قمر، قاف قمر، ممتاز يا كيجي، أحسنتم. وأيضاً ما هذا الشكل الذي بداخله العصفور؟ قفص، ممتاز، أحسنتم يا كيجي أبطال. إذن قاف، قلم، قمر، قفص. مرة ثانية يا كيجي، قاف، قلم، قمر، قفص، ممتاز، أحسنتم. هيا، من يقول لي حرف القاف ما الذي تحميه من أشعة الشمس؟ الشيء الذي يحميه من أشعة الشمس، انظروا إلى هنا، ما الذي تحميه من أشعة الشمس؟ إنها الفتحة يا معلمتي، ممتاز. وأيضا ما الذي يحمي حرف القاف من برد الشتاء؟ هيا يا كيجي، الضمة، ممتاز. ما الذي يحمي حرف القاف من الصابون يا كيجي؟ الكسرة، أحسنتم، ممتاز يا كيجي. كيف ننطق القاف مع الفتحة؟ ق ق. مرة ثانية، لا أسمعكم، ق ق، ممتاز. قاف مع الضمة، قو قو. قاف مع الضمة، ممتاز. قاف مع الكسرة، ق ق. قاف مع الكسرة، لا أسمعكم، ممتاز، أحسنتم. هيا نأخذ كلمة بحرف القاف. هذه الكلمة أخذناها سابقاً، ألا تذكرون يا كيجي؟ هيا نتهجى هذه الكلمة معاً. ما هذا الحرف الأول؟ الآن قلنا فوق رأس نقطتان، يشبه حرف الفاء. أجل، ممتاز، إنه حرف القاف يا معلمتي. قاف وفوق رأسه فتحة، قاف فتحة ق، قاف فتحة ق، ممتاز. ما هذا الحرف الثاني يا كيجي؟ هيا هيا، يشبه الموزة، إنه حرف الراء، أحسنتم، إنه حرف الراء. راء فتحة راء، راء فتحة راء، ق راء، ق راء، أحسنتم يا كيجي. هيا، ما هذا الحرف الأخير؟ حرف الألف يا معلمتي، أبطال يا كيجي، أحسنتم. حرف الألف مع الفتحة، أ أ. مرة ثانية، أ أ، أحسنتم.
كيف تصبح الكلمة معاً؟ هي قارأ، قارأ. مرة ثانية كي جي، قاف فتحة قا، راء فتحة را، قا را، ألف فتحة أ، قارأ، قارأ. ممتاز يا كيجي. هيا، من يريد أن يعيد معي هذه الكلمة؟ ممتاز يا كيجي، أبطال، ممتاز. هيا نأخذ الحرف الذي يأتي بعد حرف القاف، وهو حرف ال... لا أسمعكم، أحسنتم، هو حرف الكاف، أبطال كيجي. هيا، من يعطيني كلمة تبدأ بحرف الكاف؟ ما هذا الشكل؟ ما هذا الشكل يا كيجي؟ إنه كتكوت، ك ك كتكوت، ممتاز. وأيضا ما هذا الشكل؟ إنه كأس، كأس، كأس للأبطال، وأنتم أبطال، سوف نعطيكم هذا الكأس إن شاء الله، ك كأس، ك كأس، ممتاز. وهذه، وهذه، ما هذا الشكل؟ إنها كعكة لذيذة، ككعكة، ككعكة، ممتاز يا كيجي. إذن كاف كتكوت، كأس كعكة. مرة ثانية يا كيجي، كاف كتكوت، كأس كعكة، ممتاز. هذه الكلمات كلها تبدأ بحرف الكاف، ممتاز يا كيجي. هيا، كيف نكتب حرف الكاف؟ هيا معا، أحسنتم، نكتب حرف الكاف بهذه الطريقة، مثل الألف ينزل على سطر اللغة العربية، ثم يمد ذراعه وسنة، نصعد بسنة صغيرة فوق سطر اللغة العربية، وبداخلها ماذا؟ همزة؟ لا لا يا معلمتي، ليست همزة، إنها كاف ولكنها صغيرة، أحسنتم يا كيجي، ممتاز. إذن حرف الكاف مع الفتحة ك، ك، كاف مع الضمة ك، ك، كاف مع الكسرة ك، ك. هيا مرة ثانية يا كيجي، لا أسمعكم، كاف مع الفتحة ك، كاف مع الضمة ك، كاف مع الكسرة ك، ممتاز يا كيجي، أحسنتم. هيا نأخذ كلمة تبدأ بحرف الكاف. هذه الكلمة يا معلمتي أخذناها، ألا تتذكرونها يا كيجي؟ هيا نتعجها معا، ما هذا الحرف؟ أبطال، إنه حرف الكاف، كاف مع الفتحة ك، كاف مع الفتحة ك، ممتاز يا كيجي. ما هذا الحرف؟ حرف التاء يا معلمتي، ممتاز يا كيجي، تاء فتحة تاء، تاء فتحة تاء، فوق نقطتان حرف التاء، ممتاز يا كيجي، ك تاء، ك تاء. باء فتحة ب، باء فتحة ب، كيف تصبح الكلمة كلها؟ كتب، كتب، ممتاز، أحسنتم. هيا مرة ثانية، من يريد أن يشارك معي؟ هيا من؟ ك فتحة ك، تاء فتحة تاء، ك تاء، باء فتحة ب، كتب، كتب، ممتاز يا كيجي، ما شاء الله، ممتاز. هيا، من يقول لي ما هذا الحرف؟ إنه حرف اللام يا معلمتي، إنه حرف اللام، إنه، أحسنتم، حرف اللام حرف جميل، أيضا يشبه حرف الكاف، ولكن بطنه تنزل تحت السطر ولا يوجد بداخله كاف، أحسنتم، حرف اللام حرف سهل، هيا نكتبه معا، مثل الألف عصا طويلة تنزل بطنها تحت سطر اللغة العربية، أحسنتم. هيا، من يعطيني كلمة تبدأ بحرف اللام؟ انظروا إلى الشكل الذي أمامكم، ما هذا الشكل الأصفر؟ ممتاز يا كيجي، إنه ليمون، أحسنتم. أيضا ما هذا؟
الشكل؟ إنه لحم، إنه لحم، لام لحم. أحسنتم يا كيجي. أيضا هذا الشكل، إنه لبن لذيذ، إنه لبن، لبن. أحسنتم يا كيجي. إذن لام، ليمون، لحم، لبن. مرة ثانية يا كيجي، لا أسمعكم، صوت أعلى. لام، ليمون، لحم، لبن. أحسنتم يا كيجي. هيا، ما الذي يحمي حرف اللام من أشعة الشمس؟ إنها القبعة، الفتحة. قبعتها اسمها فتحة، ننطقها لا. ما الذي يحمي حرف اللام من برد الشتاء؟ معلمتي، الضمة. ممتاز، تضم نفسها بالمعطف، لام ضمة لو. ما الذي يحمي حرف اللام من الصابون؟ الحذاء. ممتاز، لام كسرة لي، لام كسرة لي. ممتاز، لا لو لي، لا لو لي. ممتاز يا كيجي، أحسنتم. هيا ننتقل الآن إلى كلمة تبدأ بحرف اللام. هيا، ما الكلمة التي تبدأ بحرف اللام أخذناها؟ من يتذكر؟ لا، هيا لا أسمعكم. ممتاز يا كيجي، لام فتحة لا، لام فتحة لا، فا فتحة فا، فا فتحة فا، لا فا، لا فا. ما هذا الحرف الأخير؟ إنه حرف التاء. ممتاز، إنه حرف التاء يا كيجي. كيف تصبح الكلمة؟ لفتا. مرة ثانية يا كيجي، لفتا. هيا، من يريد أن يشارك معي؟ هيا هيا يا صغاري. لام فتحة لا، فا فتحة فا، لا فا، تا فتحة تا، لفتا، لفتا. ممتاز، ممتاز يا صغاري، أحسنتم. هيا، ما هذا الحرف يا كيجي؟ الحرف الذي يأتي بعد حرف اللام. هيا نتذكر معا، لام ميم، لام ميم. ممتاز يا كيجي، حرف الميم. إذن حرف الميم يأتي بعد حرف اللام. هيا، من يعطيني كلمة تبدأ بحرف الميم؟ انظر إلى الشكل الذي أمامكم، ما هذا الشكل؟ إنه موز، أحسنتم، موز. وأيضا ما هذا الشكل؟ مانجو، مانجو، أحسنتم يا صغاري. وأيضا ما هذا الشكل الأخير؟ إنه مركب، إنه مركب، أحسنتم يا صغاري. ممتاز، حسناً، كيف نكتب حرف الميم؟ كيف نكتب حرف الميم؟ من يتذكر معي؟ هيا هيا، نكتب حرف الميم بهذه الطريقة. انظروا إلى هنا، نصف دائرة صغيرة فوق سطر اللغة العربية، ثم تمشي قليلاً وتنزل بذراعها تحت السطر. إذن فمها مفتوح، حرف الميم، لا نجعلها دائرة مقفلة، لا، نجعل فمها مفتوح قليلاً. أحسنتم يا كيجي، ممتاز. مرة ثانية، نصف دائرة صغيرة فوق السطر، ثم تمشي قليلاً وتمد ذراعها تحت سطر اللغة العربية. ممتاز يا كيجي. هيا هيا، كيف ننطق حرف الميم مع الفتحة؟ أحسنتم، م م، ميم مع الضمة، م م. ممتاز يا كيجي، ميم مع الكسرة، مي مي. ممتاز، أحسنتم يا كيجي.
هيا ننتقل معا إلى هذه الكلمة. من يريد أن يتهجى معي هذه الكلمة؟ إنها سهلة جدا. هيا. ميم مع الفتحة ما. ميم فتحة ما. سين فتحة س. سين فتحة س. ما س. ما س. ما هذا الحرف الأخير؟ إنه حرف، إنه حرف الحاء. أحسنتم، إنه حرف الحاء. حاء مع الفتحة ح. حاء مع الفتحة ح. كيف تصبح الكلمة كلها؟ مسح، مسح، مسح. هيا من يريد أن يشارك معي يا كيجي؟ ممتاز، أحسنتم. هيا مرة ثانية. ميم فتحة م. سين فتحة س. ما س. حاء فتحة ح. مسح، مسح. ممتاز أبطال يا كيجي، أبطال ما شاء الله. هيا ما الحرف الذي أخذناه بعد حرف الميم؟ إنه حرف النون، إنه حرف النون. أحسنتم، من يعطيني كلمة تبدأ بحرف النون؟ نون نحلة. ممتاز. أيضا نخلة. ممتاز يا كيجي. أيضا ما هذا الشكل؟ ما هذا؟ إنها نعامة. إنها لا أسمع ن. نعامة. ممتاز يا كيجي، أحسنتم. إذا نون نحلة نخلة نعامة. مرة ثانية يا كيجي. نون نحلة نخلة نعامة. ممتاز يا كيجي، أحسنتم. هيا من يقول لي حرف النون مع الفتحة كيف ننطقه؟ ن. ن. ممتاز، أحسنتم. ن. ن. نون مع الضمة كيف ننطقه؟ نو. 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 أبطال يا كيجي. نون مع الكسرة ني. 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 ممتاز يا كيجي، هيا ننتقل إلى هذه الكلمة التي تبدأ بحرف النون. هيا معا، كيف نكتب حرف النون في البداية يا كيجي؟ سنة صغيرة ثم بطن تحت سطر اللغة العربية وتلامس سطر اللغة العربية. نصعد مرة ثانية إلى السطر وتلامس السطر وفوقها نقطة. ممتاز. نون فتحة ن. نون فتحة ن. ما هذا الحرف؟ هيا أخذناه أمس، راجعناه أمس يا كيجي. ما هذا الحرف؟ إنه حرف الضاء. إنه حرف. ممتاز. الضاء. ن. ظ. ن. ظ. ما هذا الحرف الأخير؟ إنه حرف الراء. ر. نظر. نظر. ممتاز يا كيجي، هيا معا، من يريد أن يشارك معي؟ دعونا نكمل الحرف الناقص. سوف نقرأ بعض الكلمات وهذه الكلمات هناك حرف ناقص لها، سوف نرى ما هو الحرف ونضعه عند الكلمة. ما رأيكم؟ هيا، من يريد أن يتهجى معي؟ ممتاز يا كيجي. ك، هذا حرف الكاف. ك. ت. ك. ت. ممتاز يا كيجي، هيا نريد أن نلاقي حرف يشبه ماذا؟ ما هذا الحرف الأول يا كيجي؟ إنه حرف الباء. هل تضبط الكلمة عندما نضع حرف الباء مع هذه الأحرف؟ هيا معا. ك. ت. ب. ك. ت. ب. ممتاز يا كيجي، إذن هذه صحيحة، هذا حرف صحيح.
دعونا نرى الحرف الذي بعده. ما هذا الحرف؟ حرف التاء. دعونا نضع حرف التاء مع هذه الحروف هل يصبح صحيح؟ كاتا تا. لا خاطئ. الحرف هذا الحرف الأخير حرف الجيم، دعونا نضعه كاتا جا. لا، إذن الحرف الصحيح هو حرف الباء. نكتب حرف الباء هنا. سنة صغيرة يمشي على سطر اللغة العربية، نصعد السنة إلى أعلى ونقطة وفوق فتحة كتابة. ممتاز يا كيجي. هي معا هذا الحرف ق ر أ ر ق ر. نريد أن نبحث على حرف ثالث لكي يجتمع مع هذه الحروف وتصبح كلمة مفيدة. هل نضع حرف الباء؟ لا يا معلمتي. حرف الدال؟ لا، نضع حرف الألف. أحسنتم يا كيجي، تصبح الكلمة قارأ قارأ. ممتاز. هيا، من يريد أن يشارك معي في هذا؟ ما هذا الحرف؟ لام. لا، هذا الحرف عين. لا عي. لا عي. نريد أن نبحث عن حرف لكي يجتمع مع هذه الحروف وتصبح كلمة مفيدة. نضع حرف الثاء؟ لا. نضع حرف الباء؟ دعونا نرى. لعيبة. لعيبة. ممتاز يا كيجي. نضع حرف الباء وفوقه فتحة. هيا، هنا نضع حرف الألف قلنا، وهنا حرف الباء. هيا، من يريد أن يشارك معي أيضا في هذه الحروف؟ فتا فتا. نريد أن نجد حرف لكي يذهب مع إخوته الحروف لكي تصبح كلمة مفيدة. ما الحرف الذي نأخذه؟ هيا، هل نضع حرف الباء؟ فتابة؟ لا. هل نضع حرف الجيم؟ فتاجة؟ لا، نضع حرف الحاء. ممتاز يا كيجي. كيف تصبح الكلمة؟ فتحة. فتحة. رائع يا كيجي، رائع. هيا، ما هذا الحرف الأول؟ حرف الضاد يا معلمتي. وهذا حرف الراء. ضرا ضرا. نريد أن نبحث حرف لكي تصبح الكلمة مفيدة. ما هذا الحرف؟ عين. هل تصبح العين هنا؟ لا. ضرع؟ لا. الدال؟ ضرد؟ لا. إذن حرف الباء. ضرب. ضرب. ممتاز. آخر كلمة يا كيجي. وجا. ماذا؟ هل تزبط حرف الدال؟ نعم يا معلمتي. وجد. وجد. ممتاز يا كيجي. أبطال يا ماما. دعونا نمسح هذه الحروف. ممتاز أبطال يا كيجي، أحسنتم كلكم أبطال. هيا معا نكتب هذا التمرين. هيا معا. انظروا إلى هنا. هيا، ما هذا الشكل الأول يا كيجي؟ هيا، من يريد أن يساعدني؟ إنه حرف ال... إنه صورة، أولا صورة ماذا هذا الشكل؟ صورة أرنب يا معلمتي. أحسنتم. أرنب يبدأ بحرف السين؟ لا، يبدأ بأي حرف يا كيجي؟ ممتاز، يبدأ بحرف الألف. نكتب هنا حرف الألف. أحسنتم. أيضا من يريد أن يساعدني في هذا الشكل؟ هذا الشكل أولا، إنها تفاحة.
ممتاز. تفاحة تبدأ بحرف التاء، أحسنتم يا أطفال، حرف التاء لها نقطتان فوق رأسها، ممتاز. ما هذا الشكل يا كيجي؟ ممتاز أبطال، إنها بطة. البطة تبدأ بحرف ماذا؟ الباء، ممتاز يا كيجي. حرف الباء تحت الصحن توجد نقطة، ما هذا الشكل الأخير؟ إنه ثعلب. الثعلب يبدأ بحرف ث. أين حرف الثاء؟ إنه هنا، أحسنتم. حرف الثاء، حرف الثاء ثلاثة نقاط فوق رأسه، أحسنتم يا كيجي. أحسنتم يا كيجي، إذن حرف الثاء كم النقطة فوق رأسه؟ نقطتان؟ لا يا معلمتي، ثلاثة نقاط، أحسنتم. هيا معا، نريد الآن أن نكتب حروف اللغة العربية كلها من حرف الألف إلى حرف الياء. هيا معا يا كيجي، دعونا نمسك أقلامنا كلنا معا. هيا، ما هو أول حرف من أحرف اللغة العربية؟ حرف الألف. كيف نكتب حرف الألف؟ عصا في لام السطر اللغة العربية وفوقها ماذا؟ همزة، ممتاز. ثاني حرف، حرف الباء، لا أكتبه معلمتي، موجود حرف الباء. بعد حرف الباء يأتي حرف التاء، سنة صغيرة يمشي على سطر اللغة العربية ثم نصعد بالسنة إلى أعلى وفوقه نقطتان، ممتاز. بعد حرف التاء، حرف الثاء، ثلاثة نقاط يا معلمتي، ممتاز. حرف الجيم مكتوب كيجي، لا أكتبه، أنتقل إلى الحرف الذي بعده، سنة صغيرة، خط مائل، بطن كبيرة تحت السطر. هيا مرة ثانية، حرف الخاء، سنة صغيرة، خط مائل، بطن كبيرة تحت السطر وفوقها ماذا؟ نقطة، ممتاز. بعد حرف الخاء ماذا يأتي؟ حرف الدال، حرف الدال نكتبه بهذه الطريقة، خط مائل يمشي على السطر. مرة ثانية، حرف الدال، خط مائل يمشي على السطر فوق نقطة هذا الدال. ثم حرف الراء، سنة يركل الكرة، حرف الزاي، سنة يركل الكرة فوق نقطة، ممتاز يا كيجي. ثم حرف السين، السين لا أكتبها معلمتي، مكتوبة حرف السين. بعد حرف السين، حرف الشين، سنة أولى، سنة ثانية، بطن كبيرة تحت السطر فوق رأسي نقطة، اثنان ثلاثة، ممتاز يا كيجي. ثم سين شين، ماذا بعد الشين يأتي؟ الصاد، صاروخ يصعد إلى أعلى ينزل إلى أسفل، سنة بطن كبيرة تحت السطر ويشبه حرف الضاد ولكن فوق رأسه نقطة، ممتاز يا كيجي. بعد حرف الضاد، حرف الطاء يشبههم ولكن لا توجد له سنة، توجد له عصا بجانب رأسه. ثم حرف الظاء يشبه حرف الطاء ولكن أيضا فوق رأسه نقطة. بعد حرف الظاء ماذا يأتي؟ ممتاز يا كيجي، حرف العين، انظروا كيف أكتب حرف العين يا كيجي، نصف دائرة صغيرة فوق السطر ثم ترفع رأسها قليلا وبطن كبيرة تحت سطر اللغة العربية. مرة ثانية، نصف دائرة صغيرة فوق السطر، ترفع رأسها قليلا ثم نصف دائرة كبيرة تحت السطر وفوقها نقطة. هيا، ما الذي يأتي بعد حرف الغين؟ هيا، من يقول لي بعد حرف الغين ماذا يأتي؟
أجل، إنه حرف الفاء، دائرة صغيرة، رقبة قصيرة، يمشي على السطر، يشبه حرف الباء، فوق نقطة. وأيضا حرف القاف، ولكن بطنه تحت السطر وفوقه نقطتان. ثم حرف الكاف، أحسنتم يا كيجي. حرف اللام، الميم لا أكتبها، مكتوبة، أنتقل إلى بعدها. حرف النون، ما هذا الحرف يا كيجي؟ هيا، اشبه حرف الدال وبداخله دائرة. حرف الهاء، واو، ممتاز يا كيجي. وآخر حرف هو حرف الياء، أحسنتم يا كيجي، ممتاز أبطال. هيا كلنا نكتب معاً حروف اللغة العربية. أراكم لاحقاً يا صغاري، مع السلامة.